السلام عليكم. فساد النفط في صنعاء، عنوان بارز لمعاناة المواطنين والتي خلقت سوقا سوداء وتجار لحظة، وفسادا يظهر من خلال أبسط متابعة أو قراءة لهذا الملف. فساد النفط في أروقة الميليشيا تداخل فيه أكثر من عامل وأكثر من طرف محلي وخارجي، وخصوصا منذ تعطيل شركة النفط التي تحولت بعد فتح الباب للتجار إلى مجرد مخزن للتجار المقربين من الميليشيا والطبقة التجارية السوداء التي ظهرت فوق ظهر الانقلاب. نشاط شركة النفط في صنعاء أقل ما يمكن وصفه بالمشلول، خصوصا مع ارتفاع العجز في الشركة خلال العام 2017. بحسب المتابعين، فإن الشركات المستوردة للنفط لها أثرها الكبير في تدهور العملة النقدية، وبالذات بعد وقف نشاط شركة النفط وقرار التعويم الذي أثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني بشكل عام. مراقبون ميدانيون أكدوا للمساء اليمني أن ميليشيا الحوثي تقوم بترحيل كميات كبيرة من الوقود من شركة النفط بسعره الرسمي لتبيعه في محطات القطاع الخاص بفوارق سعرية وصل المبلغ الإجمالي لها 9 مليار ريال بحسب أحد موظفي الشركة. المساء اليمني مشاهدينا الكرام يناقش ملف الفساد في شركة النفط في صنعاء وتعطيل الميليشيا لنشاط الشركة، كما يناقش فضائح السوق السوداء والمستفيدين منها. كل ذلك سنناقشه بعد أن نذهب لمشاهدة هذا التقرير. نعود بذاكرتنا قليلا إلى أيام الجرعة. وللنفط حروبه وأمراؤه، لكنها حرب ناعمة وإن كان ضحاياها ملايين اليمنيين. شركات وتجار وسماسرة وسوق سوداء ونافذون في سلطة ميليشيات الحوثي يديرون هذا الملف بقوة السلطة وقانون الغلبة. فمنذ إسقاط صنعاء وضعت الميليشيا يدها على كل المؤسسات الإيرادية، وكانت شركة النفط في صدارة القطاع النفطي التي استولت على قرارها. قرار التعويم أتاح ل22 شركة تجارية نفطية تعمل في استيراد النفط، معظمها تابعة لقيادات الميليشيا أو موالية لها بحسب مصادر إعلامية. شركة كوروغاز إحدى هذه الشركات التي حظيت بامتياز استيراد مشتقات نفطية، كشف عن تورطها بملفات فساد تبلغ ملايين الدولارات، كان آخرها ما ورد في هذه الوثيقة الصادرة عن النيابة العامة بصنعاء، والتي وجهت البنك المركزي بتجميد أرصدة حسابات عدد من الشركات والأفراد تقف شركة كوروغاز على رأس القائمة، والتهمة هي التحايل والاستيلاء على المال العام. المذكرة الصادرة عن نيابة الأموال العامة طالبت أيضا بتجميد وحجز ما قيمته الإجمالية 57,873,531 دولار أمريكي من أموال وأصول وأرصدة وحسابات المذكورين لدى البنوك والمصارف اليمنية. غيظ من فيض فساد بات يشكل أهم موارد الميليشيا وقيادتها، وكان له بالغ التأثير على أداء الشركة ذاتها. يقول موظف الشركة إن شركة النفط أصبحت فقط مخزنا للتجار بعد أن كان التجار وكلاء لشركة النفط. أصبحت الشركة مجرد مخازن للتجار وبمباركة سياسية. المتحدث الإعلامي السابق لشركة النفط يتهم ميليشيات الحوثي بممارسة فساد بمليارات الريالات، حيث كتب قائلا إنها تقوم بترحيل كميات كبيرة من الوقود من شركة بسعرها الرسمي لتبيعه في محطات القطاع الخاص بفوارق سعرية يصل إجماليها إلى 9 مليارات ريال. تزدهر السوق السوداء وتتسع دائرة أباطرة النفط الجدد، ومعها تضيق فرص العيش أمام المواطنين الخاضعين لسلطة القهر في صنعاء. إذن مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية أنور العامري، المتحدث الإعلامي السابق في شركة النفط من عدن، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ أنور. مساء النور، أهلا وسهلا. أستاذ أنور، يعني لو بدأنا بالحديث معك عن فساد شركة النفط أو الفساد الحاصل في الشركة، من أين يمكن أن نبدأ؟ طبعا البداية تكون من منذ إنشاء أو منذ إقرار واختراع قرار التعويم أو القرار الكارثي الذي أنا أعتبره القرار الكارثي، الذي بدأ بسلب ونهب امتيازات شركة النفط وسلمها
باردة إلى التجار، تجار السوق السوداء، وإلى السارقون والناهبون الجدد. نعم. طيب، يعني إذن أنت تقول أن قرار التعويم هو البداية لموضوع الفساد، إذن كيف تطور الأمر وفتح المجال للسوق السوداء وما إلى ذلك؟ طبعا عند وجود أو بعد إقرار قرار التعويم، أنتم في تقريركم شاهدتنا في تقريركم لقطة صغيرة عن المؤتمر الذي قام به محمد علي الحوثي رئيس ما يسمى باللجنة الثورية العليا. نعم. بعد إقرار هذا القرار وبعد انتقادنا لهذا القرار، إلا أنه ظهر في هذا المؤتمر وأوضح للناس بأنه سيكون سعر الدب البنزين للمواطن، وهذا أن القرار كان لأجل التخفيف على المواطن، وبأن سعر الدب البنزين 20 لتر لن تتجاوز سعر 3000 ريال للمواطن، وأي ارتفاع سيكون عالمي عن السعر الموجود للمشتقات النفطية ستتحمله الدولة، ستتحمل الدولة فارق الدعم عما يزيد عن 3000 ريال. كان انتقادنا بأنه في هذه اللحظة، يعني اختراع هذا القرار أو إيجاد هذا القرار في هذا الفترة، في فترة لا دولة، لن يفيد ولن يجدي، لأنه سيعرض المواطن ليس لجرعة واحدة وإنما لسلسلة جرعات متتالية. إلا أنه بعض الإيضاح، بعد الإيضاح من قبل الحوثي محمد علي الحوثي في هذا المؤتمر، أوضح بذلك الشيء بأنه لن يتجاوز سقف 3000 ريال على المواطن. إلا أن الحقيقة التي ظهرت بعد أنه فعلا تحقيق أو ظهرت وتحققت ما كنا نخاف منها، مخاوفنا التي كنا نتحدث بها بالسابق، بأنه هذا القرار سيعرض المواطن لجرعة من أو سلسلة من الجرعات السعرية. نعم، يعني لم تباع ابدا او لم يصل سعره الى 3000، ويعني على العكس تماما، يعني السعر كان في تجاوز دائم لهذا الرقم، اليس كذلك؟ نعم، فبعد اصدار قرار التعويم لا، كان في هذا السعر، ولكن مباشره تم الانتقال وتجاوز هذا الرقم بشكل او باخر، وصل إلى 3500، وصل إلى 3700، ثم انتقل إلى 4000 و4300. للأسف تفاوت هذه الأرقام بشكل دائم، لعجز الدولة عن القيام يعني بدورها الكامل أو المؤسسات، والإدخال التجار ورفض التجار قيام شركة النفط. منهم هؤلاء التجار؟ إضافة إلى هناك التجار الآن الموجودين، الشركات أو التي ظهرت خلال هذه الفترة، هي يعني ظهرت العديد من التجار الجدد. نعم. يوجد منهم الكثير، منهم طبعا من كانوا أبناء توفيق عبد الرحيم، ولكن أبناء توفيق عبد الرحيم بدأوا في أول النشاط الشركة أو في أول قرار التعويم، ومن ثم بسبب المشاكل التي حصلت والتي ذكرها تقريركم في أول تقريركم توقفت شركات أبناء توفيق على توريد أي كميات من هذا، وظهر أنها هبون والسارقون الجدد التابعون، أيضا أغلبهم تابعون لهذه الميليشيا، الميليشيا الحوثي، ظهرت كبيرة جدا، يعني عدد كبير جدا من التجار، من كان يبيع منهم رمان أصبح تاجر نفط، من كان يبيع منهم قرطاسية وهذه أعيدها أيضا أصبح تاجر نفط، من كان يبيع منهم الحبوب أصبح تاجر نفط، من كان يبيع السلاح أصبح تاجر نفط، تحول الجميع لبيع مشتقات النفط. ما علاقتهم بقيادة الميليشيا أستاذ أنور؟ يعني هل يعقل أن يتحول تاجر بسيط أو تاجر باتجاه مختلف تماما إلى تاجر نفط ببساطة؟ طبعا لا يستطيع، ولكن أغلبية في هناك بعض الشركات ظهرت، هذه الشركات التي ظهرت في هذه الفترة كانت لتغطية كميات خاصة بالميليشيات، تصل كهبات من بعض الجهات، سنذكرها لاحقا إن شاء الله خلال الحلقة إن شاء الله. الآن كانت هناك كميات تصل إليهم، يتم تغطية هذه الكميات بإظهار شركات جديدة، تم إقرار شركات جديدة، هذه الشركات التي أنشئت جديدة وأخرجت للحياة كلها تابعة لهم أيضا لكي يستفيدوا،
هناك تسهيلات كانت تتم بشكل كبير جدا، نعلم من كان يتم أو من كان يقوم بملاحقة إصدار أو استخراج الشيكات الخاصة بهذه الشركات، نتابع عن كثب، كنا من قريب، كانت هناك الكثير من التوجسات لدينا، كانت لدينا أيضا الكثير من الشكوك، ولكن لم تكن لدينا الصورة واضحة بالكامل، لم تكن لدينا أيضا المعلومات بالكم الكبير، لذلك لم نستطع التحدث في سابقا رغم كان اعتراضنا بشكل دائم وبشكل كبير، وكان لدينا صراع كبير كموظفين، كنقابة، كشركة، أيضا بعض قيادة الشركة أيضا كانت تصارع وتحارب بشكل دائم، إلا أنها أن الميليشيات استطاعت السيطرة بالكامل على مفاصل الدولة وعلى قيادات الشركة وعلى أيضا تعيينات الشركة حتى الداخلية والصغيرة والكبيرة، كل التعيينات كانت تمر بحسب رغبة هذه الميليشيات. نعم، هل هذه الهبات التي ذكرتها كانت هبات نفطية ولمن كانت تذهب؟ عفواً، ذكرت أن هناك هبات يعني تقدم من جهات معينة، هل هي هبات نفطية؟ ما هي هذه الجهات؟ نعم 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 نعم، هناك كما وصلنا أو كما نعلم، هذه معلومة هي قد تكون شبه سرية ومخفية جدا، أيضا المعلومة هذه أو الكمية هذه التي سنتحدث عنها، هذه الكمية وصلني يعني أخبارها ومعرفة المعرفة بهذه منذ فترة، ولكن كنت أنتظر وصولها أو إظهارها للمواطن ليستفيد منها الوطن أو المواطن، ولكن توقفت ولم، وكنت أستغرب بشكل دائم لماذا لم تظهر، أين ذهبت هذه الكمية التي المفروض كهيبة تصل للوطن لليمن. كانت هناك، هذه هي 50,000 طن من البنزين كهيبة أو مساعدات من المشتقات النفطية تصل بشكل شهري إلى من إيران إلى اليمن، ولكن فعلياً أو الذي الملموس للمواطن بأنه لم يصل للمواطن ولا حتى لتر واحد من هذه الكمية، جميع كامل هذه الكمية التي تصل كهبة المفروض للمواطن ويتم بيعها المفروض بالسعر الرسمي أو بأقل أسعار للمواطن من أجل تخفيف العبء عليه، إلا أنه للأسف هذه الكمية تذهب كلها لأجل هؤلاء التجار التابعين للميليشيا، وأيضا للبيع بالسعر السوق السوداء وبالأسعار المرتفعة أيضا. نعم، يعني بداية أستاذ أنور، يعني دعني أتوقف عند هذه النقطة قليلا، يعني هناك كميات من النفط تصل إلى الميليشيا من إيران يفترض أنها للمواطن، ولكن أيضا لا تذهب للمواطن وإنما لجيوب الميليشيا أو لمجهودها الحربي حسب ما قرأنا. طيب، يعني هناك أحاديث كثيرة أن لا شيء يصلهم من إيران وأنها مجرد أحاديث إعلامية واتهامات باطلة، يعني تحدثني الآن عن وجود فعلا كميات كانت تصل من إيران، هل ممكن أن تحدد يعني كميتها؟ هل كانت تأتي بصورة دورية أم لا؟ ما هو الوضع بالضبط لهذه الكميات؟ بحسب المصادر التي وصلتني هي الكميات 50,000 طن شهرياً تصل من إيران، وهذه هي مساعدة للميليشيات الحوثية، المساعدة لهم للمجهودهم الحربي ربما أو ليستخدموه، تصل هذه الكميات عبر طبعاً تجار، أسماء تجار، عدة تجار، على كأنهم يتم استيرادها من إيران، تذهب إلى موانئ دبي، يتم عمل عكس بوليصة من هناك من موانئ دبي، ومن ثم إرسالها وإدخالها بشكل رسمي كأنها كميات خاصة بتجار عاديين، ويتم يعني هذا الأمر ينفي مسألة الحصار مرتفعة. يعني هناك دائما الحديث عن حصار وما حصار وعدم وجود سفن، يعني وجود هذه الكميات بشكل شهريا في هذا الأمر، لا يوجد حصار، بالنسبة للحصار لا يوجد حصار، الحصار الذي الموجود الحقيقي هو ربما كانت تقوم دول تحالف العدوان، كانت في بعض الأحيان ربما تقوم بإيقاف سفن خاصة، بعض السفن المشتقات النفطية من وقت لآخر، ولكن كان أيضا السماح بشكل دائم، عندما كان يتم إيقافها كان يعلن للجميع ويعلم الجميع بأنها هناك فعلا تم إخراج السفن المتواجدة، وكنا نقوم أيضا نناشد الأمم المتحدة وكنا نطلق بيانات مباشرة في ذلك،
ولكن أغلب هذه الفقاعات التي كانت ترسل كانت من قبل الميليشيات من أجل فقط إخماد الشارع ومن أجل ضرب جرعات تخدير للمواطن وإرسال كذبات فقط أن هناك حصار، والحصار لا يوجد. المشتقات النفطية تدخل بشكل مستمر، بالأمس دخلت أو هناك 8 سفن حاليا منذ الأمس أو أول البارحة أيضا هناك 8 سفن موجودة للمشتقات النفطية في ميناء الحديدة تفرغ. الحصار لا يوجد حصار فعلي. المشتقات النفطية إذا يعني دعني أستفسر منك أستاذ أنور، يعني حتى نوضح الصورة أكثر، حدثتني عن تجار هم يعني الوسيط بين الشحنات التي تأتي من إيران إلى ميليشيا الحوثي والتي كان تصل إلى اليمن بصورة رسمية إن قلنا، هل يعني هؤلاء التجار من هم هؤلاء التجار القادرين على الإتيان بصفقات من إيران وتحويلها بشكل رسمي أمام التحالف أمام يعني العالم بأنها تدخل بصورة رسمية؟ التجار كما ذكرت لك التجار هم تابعين لهم، لا نعلم من هم التجار بالضبط، لأن ممكن تدخل هذه الصفقة ممكن كل شهر يتم تغيير اسم تاجر آخر، لن يأتي بنفس الصفقة بشكل دائم على نفس التاجر. هم ليسوا أغبياء في هذا الشأن، أو ليس الميليشيات في الداخل، ولكن ايضا ايران ليست بهذا الغباء. ايران لها ايضا خطط استراتيجيه تعلم كيف تتصرف بهذا الموضوع. من يقوم بادخال هذه الكميات؟ كيف يتم ادخالها كما قلت امام التحالف؟ التحالف ربما لا يستطيع ان يعرف عن هذا الشيء، يعني لن يستطيع ان يعرف شيئا عن هذه المعلومات، لان كونها تدخل بشكل رسمي يقوم يذهب تاجر الى هناك كانه اشترى هذه الصفقه، تصل الصفقه الى ايران تدخل الى دبي كذا، بقيه السفن الموجوده. دبي معروف بان الامارات هي سوق او بورصه عالميه للمشتقات النفطيه، يتم من هناك تحويل البوليصه وادخالها بشكل رسمي ومحاسبه التاجر بشكل رسمي. لا احد يستطيع ان يكشف هذه الثغرة في الفساد إلا إذا فعلا كانت نية حقيقية موجودة لدى قوات التحالف أو غيرهم بأن يقوموا بفحص جميع هذه الكميات لمن تذهب، الحسابات أيضا هذا التجار التي منذ بداية إنشاء قرار التعويم. أصلا قرار التعويم لم ينشأ إلا من أجل إدخال هذه الكميات، وأيضا من أجل إظهار هؤلاء التجار. نعم. الناهبون والسارقون. يعني نتحدث عن هذه النقطة أستاذ أنور، يعني كيف أفرغت شركة النفط من مهامها تماما بعد أن ينضم إلينا الأستاذ عبد الله قيد الهويدي رئيس مجلس تنسيق اللجان النقابية بشركة النفط عبر الهاتف من عدن. مساء الخير أستاذ عبد الله. مساء النور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، الله يبارك فيكم. أهلا بك أستاذ عبد الله وعليك السلام، كيف تصف بداية ما يحدث في شركة النفط وأنت مطلع بشكل تفصيلي عن كيفية سير الأمور في الشركة هناك؟ أول مرة أحب من خلال منبركم هذا الإعلامي وهو قناة تركيش أن أنقل تحياتي وتحيات سيد القدير الأخواني وزملائي في المكتب التنفيذي في النقابة شركة النفط الذين هم يواجهون بهذا القطاع النفطي في صنعاء على مواجهة شجاعة يؤدوها اتجاه الدفاع عن مصدر إسهام شركة النفط والذي تعرض إلى عدد من المؤامرات وشن نشاطها التجاري من قبل جهات المتنفذين أو هوامير النفط. نعم. إذن يعني حدثنا عما يحدث في شركة النفط من تلاعب ومن فساد واضح، خاصة يعني بعد صدور قرار التعويم. أول مرة اللي يحدث في شركة النفط، نحن طبعا في اللجان النقابية ومجلس التنسيق عملنا على أن تكون هذه الشركة شركة محايدة. يعني شركة محايدة لا تدخل في هذه الحروب الأهلية حتى توفي بخدماتها وتقديم الخدمات للمواطنين. هل تم ذلك؟ هل حيدت شركة النفط؟ هل تم ذلك؟ يعني هل فعلا تحولت شركة النفط إلى شركة حيادية عما يحدث من صراع؟ لا لم يتم ذلك، وتم الاستيلاء عليها والتحكم بالمواد المواد المنشآت النفطية وتم شعبة السوق السوداء
خارج نطاق الشركة، ولحد الآن يعني رواتب الموظفين داخل الشركة نحن نسلمهم حتى مشاكلهم نتيجة للتلاعب من أوامر النفط والمتنفذين عليها. نعم، إذن يعني هناك شركات يقال بأنها شركات تابعة للحوثيين هي من تدير عملية استيراد النفط وبيعه أيضا بالأسعار التي يتم تحديدها بينهم حسب فارق سعر الدولار وحسب يعني ما يتم الاتفاق عليه. هل يعني فعلا هذه الشركات تقوم بهذه المهام الاستيراد والبيع؟ الشركات هذه تقوم باستيراد المواد من الخارج واحضارها الى ميناء الحديدة، ومن ميناء الحديدة يقوم بالتصرف بها عبر السوق السوداء وبيعها باسعار باهظة لا يستطيع المواطن الا، وايضا لم تدخل حتى ريالا واحد ميزانية شركة النفط. لهذا اصبحت شركة النفط تعاني من الافلات بسبب معاملة هذه التي تمت عبر يعني شل المواد المقصود منها من المنشأة يعني من ميناء الحديدة وبيعها بالسوق السوداء بأسعار باهظة وتحويلها إلى جهات أخرى غير إرادة الشركة. نعم، إذن يعني ما هي مهام شركة النفط بهذا الوقت؟ يعني إذا الشركات الأخرى هي من تقوم بالاستيراد والتصدير، ما الذي تقوم به شركة النفط إذن؟ شركة النفط إذن في هذه المرحلة هي تحت المجهر، يعني شركة ما عاد عندها الامكانيه في القيام بدورها لان هي شركه حكوميه فشغلها البيع والتوزيع والمنشآت النفطيه على كافه المرافق الاخرى في الدوله. نعم. السياديه وغير السياديه والسوق المحليه. لكن الان بعد التلاعب الاخير وتركيز وشل نشاطها من قبل الجهات الاخرى والذي لم حسب ما قلت لك سابقا انه لن يدخل حتى ريال واحد الى خزينه الشركه، أجعل الشركة تعاني من إفلاس كامل، وذلك هو سبب ذوب الفساد الموجود داخل الشركة والذي يتحكم بها عبر أطار أخرى وتبذل تلك المبالغ والجهود واستنزاف مال الشركة من بعض البنوك المحلية الذي جعل الشركة غير مستطيعة لدفع حتى رواتب الموظفين الذين هم اليوم يعانون في صنعاء، يقومون بالمسيرات والمظاهرات الجماهيرية ويتعرضون إلى بعض من الضغوطات والسجون لأسباب تقديرهم عن رأيهم يطالبون برواتبهم والحفاظ على شركتهم. نعم، إذن يعني أستاذ عبد الله دعني أسألك، يعني وأنت رئيس مجلس تنسيق اللجان النقابية، لما تقبلون بهذا الوضع؟ يعني شركة النفط تماما شلت كما تحدثت، هل يعقل أن تقبلون كموظفين وكنقابيين أن يحصل لها ما يحصل؟ أنا مثل ما قلت لك سابقا قبل السؤال إنه نحن عملنا بالإطار النقابي على أن تكون هذه الشركة محايدة، ولكن إذا فرض علينا الحرب فرض علينا فرض، وكانت عندنا أموال وكانت عندنا معلم مواد مخزونة بالمستودعات والأرشدة بالبنوك، لكن تم الاستنزاف هذه الأرشدة من البنوك بعدم إعطاء المستوى الإداري لقيادة الشركة لتقديم واجبها أمام الوطن. نعم، إذن شكرا لك أستاذ عبد الله قايد الهويدي رئيس مجلس تنسيق اللجان النقابية بشركة النفط، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عودة إليك أستاذ أنور. أستاذ أنور دعني أسألك سؤال بسيط، يعني قرار التعويم ربما يعني حسب ما أفهم أنا بأنه يباع النفط بالسعر العالمي، هكذا يفترض، لا يباع السعر بالنفط بالسعر العالمي، يعني ربما لن تتجاوز سعر ال 20 لتر 3000 انبيع بالسعر العالمي، لما لا يتم هذا الامر؟ وان تجاوز قليلا فلا باس، ولكن ان يتم مضاعفه السعر وزياده كل فتره، ما فائده هذا القرار؟ هل فقط ادخال التجار الشركات الخاصه، هذا ما تم يعني الاستفاده منه كمنافسه للشركه الحكوميه، بل ويعني شل حركتها تماما؟ نعم، سأبتدئ معك القصة من أولها. نعم، ومن ثم سأعقب على كلام أخي وزميلي العزيز الأستاذ عبد الله الهويدي رئيس مجلس التنسيق النقابي. سأبدأ معك القضية منذ إنشاء قرار التعويم. قرار التعويم عندما ظهر قرار التعويم طبعا كان قرار مشلول أو قرار عاجز جدا عندما ظهر، لا يتجاوز كان ربما 3 صفحة، تم التعديل على بعض النقاط عليه وإرجاعه إليهم، ومن ثم تم تعديله وإظهاره بتلك الصورة التي ظهر عليها. قرار التعويم سلب أولا
اختصاصات وامتياز شركة النفط الذي كانت عليه منذ إنشائها منذ عام 62 أو 61 عندما أنشأت شركة النفط، كان هذا الامتياز خاص بشركة النفط فقط كاستيراد واستيراد المشتقات النفطية وتوزيع المشتقات النفطية داخليا. أعطت شركة النفط أحد الامتيازات، أحد امتيازاتها هذه ولو بصورة محدودة إلى مصافي عدن بعد الوحدة عام 1990، أعطت هذا الامتياز للاستيراد لمصافي عدن نظرا لقدرة مصافي عدن على الاستيراد كميات أكبر، ونظرا لاستطاعة أيضا موانئ عدن استقبال سفن أكبر عبر المصافي وعبر أيضا منشآت عدن. بعد ذلك هذا القرار قام بسلب شركة النفط هذا، سلبه نهائيا، سلب هذا الامتياز من شركة النفط، أعطى هذا الحق بالكامل إلى التجار. التجار طبعا قرار تعويم عليه أكثر من نقطة، تسبب في أكثر من عجز في الاقتصاد اليمني. القرار التعويم تسبب في إيقاف الكهرباء بشكل تام بسبب عجز أيضا الكهرباء عن تسديد مديونيتها. الكهرباء كانت تتجاوز مديونيتها 100 مليون، رغم أن كانت شركة النفط تبيع المشتقات النفطية كالديزل أو الديزل أو المازوت للكهرباء ب 40 ريال اللتر، بينما كانت تشتريه مثلا بأكثر من ذلك ب 140 وتبيعه لمؤسسة الكهرباء ب 40 ريال، وتتحمل الدولة فارق الدعم. قرار التعويم جاء بإيقاف هذا الشيء تماما، مما لم تستطع أصلا مؤسسة الكهرباء بتسديد مديونيتها السابقة وهي بال 40 ريال، فكيف ستستطيع تسديد قيمة ال 140 ريال؟ تسبب هذا الشيء في إيقاف الكهرباء نهائيا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، عندما أدخل هذا القرار التجار، بدأ التجار بسحب أولا أرصدتهم من البنوك التجارية ومن البنك المركزي، قاموا بسحب أرصدتهم بالدولار أو بالريال، مما سبب في وجود عجز مالي داخل البنوك، داخل هذه البنوك. هذه الأموال بالكامل ذهبت، بدل ما تذهب إلى خزينة الدولة وتكون في البنوك، ذهبت إلى صرافين. قام هؤلاء التجار بالاحتفاظ بمبالغهم أو بنقودهم لدى هؤلاء الصرافين. كل تاجر يطلب من صراف معين بأن يوفر له مبلغ من الدولارات، هذا يطلب 7 مليون دولار، هذا يطلب 10 مليون دولار، هذا يريد 20 مليون دولار. سحبوا كل الأموال، سحبوا العملة من السوق، سحبوا العملة، وهذا ربما يعني أحد أسباب اختفاء العملة من السوق، أليس كذلك، وانهيارها أيضا؟ نعم اختفت، نعم اختفاء العملة من السوق سبب الارتفاع. تسببت فيها قرار التعويم هذا، تسبب في اختلاق أكثر من أزمة اقتصادية على الوطن. طيب اسمح لي أستاذ أنور، يعني هو يريد له حلقة. نعم أستاذ أنور، يعني في ظل، عفوا أستاذ أسياء. نعم تفضل. طيب في ظل ما بعد هذا ذهبت هذه شركة النفط في عام 2013 قامت بتوريد إلى خزينة الدولة مع فارق دعم، الفارق الدعم على المشتقات النفطية، مع فارق الدعم طلع أو ظهر، كان الإيرادات الشركة صعدت إلى 200، تجاوزت 273 مليار. الآن كم هي الإيرادات التي ذهبت إلى خزينة الدولة؟ كانت هذه بالكامل، هذا الرقم بالكامل المهول، هذا الرقم المهول بالكامل كان يذهب من إيراد فقط من شركة النفط لخزينة الدولة. كل هذا المبلغ الآن تحول إلى جيوب هؤلاء التجار، هؤلاء السارقون والناهبين. وبالعكس يعني حدث عجز يعني عام 2017. نعم هناك يعني في شركة النفط لأول مرة في حياة شركة النفط يحدث هذا العجز، عجز ب 2 مليون و 500 ألف لتر في البنزين، بينما من المفترض، ونحن نعلم جميعا، يعلم المختصين في المنشآت النفطية أو في الجانب النفطي، يعلم أنه في خلال هذه الفترة تم احتساب الكميات، تحويل الكميات من الطن اللتري إلى من الطن اللتري إلى اللترات، أو من الطن المتري إلى اللتر. هناك من المفترض أن يكون هناك فائض لدى شركة النفط نظرا للقيمة أو الرقم الذي كانت تحتسبه. ومع ذلك أيضا الموظفين لم يستلموا يظهر رواتب، هذا العجز الكبير، لا يستلموا رواتبهم الموظفين. نعم موظف الشركة، موظفين الشركة حاليا يقبعون تحت يعني استبداد كامل،
تحت الآن سيطرة كاملة من التعيينات أيضا ومن من القمع للموظفة الشركة. موظف الشركة لا يستطيع أن يتحدث، كانت شركة النفط تتحكم بأشياء كثيرة جدا في السابق، الآن شركة النفط توقفت، موظفي شركة النفط الآن لم يحصلوا على رواتبهم منذ الشهر 12 من العام الماضي، الموظفين النفط الآن لا يستطيع أحدا منهم، قام بقمع زملائنا، قاموا بأخذهم إلى الاستخبارات العسكرية وإلى الأمن القومي. موظف يخرج إلى المظاهرة في حوش الشركة، في داخل حوش الشركة، تذهب له 3 مصفحات إلى المنزل، ترهب الأطفال، ترهب الأبناء وعائلته والنساء من أجل أخذ هذا الموظف والذهاب طيب. إلى قبل أن أنتقل أو احتجاز الفترة. نعم، قبل أن أنتقل إلى نقطة أخرى أستاذ أنور، وددت أن تعلق على حديث الأستاذ عبد الله. نعم. في أي نقطة بالضبط؟ وهذه في حول احتجاز زملائنا. نعم. تم عندما كانت مقابلة، أيضا كنتم بمقابلة، كنت دخلت أنا فيها مداخلة عبر الهاتف. نعم. أنا وأحد زملائي الأخي العزيز وزميلي حسان الشرماني. بعد مقابلتكم تم احتجاز أخونا حسان. هو معنا الآن يعني عبر الهاتف يستمع إليك أستاذ أنور. نعم تفضل. إن شاء الله أتمنى له العافية والخير الدائم. زميلي حسان الشرماني تعرض للملاحقة أكثر من مرة، وأيضا تم اعتقاله في الفترة السابقة. أيضا الأخ محمد الحمزي نفس الشيء، تعرض أيضا للاعتقال لأكثر من مرة. زميلنا أيضا عبد الله الضيعات تعرض للاعتقال. النقابيين بشكل كامل كل من خرج للمطالبة بحقوق الموظفين، بحقوق باستعادة نشاط الشركة، أنا أطالب باستعادة نشاط مؤسسة أو صرح وطني. عند هذه النقطة أستاذ أنور، نعم سأعود إليك حول استعادة نشاط الشركة. الأستاذ حسان هو معنا الآن يستمع إليك، مرحبا بك أستاذ حسان شرماني، رئيس اللجنة النقابية بشركة النفط من صنعاء. مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا. نعم الحمد لله على السلامة أولا، ونسأل الله لك السلامة بعد هذه الحلقة، يعني لا نود أن نكون سببا في ملاحقتك أستاذ حسان. أستاذ حسان، يعني بيان موظفي شركة النفط بيان حاد وقوي، وطرح أكثر من نقطة تعرضت لها شركة النفط، أو أكثر من خلل لنقول تعرضت له شركة النفط، مما أدى إلى يعني خروجها من مسارها وعدم يعني عودة نشاطها كما كان. حدثنا عن هذه النقاط التي أنتم معترضون عليها كلجنة كنقابة بالشركة. طبعا اصدر هذا البيان لان ما وصلت اليه شركه النفط هو وضع مخزي جدا. نعم. اصبحت شركه النفط مطيه ذلول لكل عابث. شركه النفط اصبحت فريسه لذئاب ابداع النافذين تنهش في اصولها الثابته والمتداوله. وعلى سبيل المثال في الحال الذي وصلت اليه بفضل القائمين عليها هو عدم تحصيل عمولات الشركة وعدم تحصيل أبور خزن المواد البترولية الخاص بتجار النافذين، تأخير صرف المرتبات عمره وتواطؤ مفضوح من قبل القائمين على الشركة. ونحن يعني في هذا البرنامج نتساءل أين أبور التخزين البالغة 3,780,000,000؟ لماذا لم يتم صرف المرتبات منها؟ نحن لا نستغرب أن تتعرض الشركة لعدوان واكتراث من خارجها من قبل الذئاب النافذة وتجارهم المستغلين، ولكن نستغرب ونتحسر على أن تتحول شركة النفط اليمنية إلى فريسة لأبناء آوى من داخلها والقائمين عليها صغارا أو كبارا. من هم أبناء آوى الذين يفترسون الشركة من داخلها؟ نقولها بالفم المليان، إنهم من يصدرون الأوامر بإخراج المواد البترولية منشاة الشركة دون قيام تجار النافذين بدفع أجور الخزن وعمولة الشركة. إنهم من يعطلون آلية أجور خزن المواد البترولية. إنهم الموظفون المتفكحون وراء المناصب والمميزات المالية والتوظيف، المضخمون للهيكل الإداري والوظيفي للشركة. إنهم اللاهثون وراء الفواتير البترولية
والمولدات الكهربائية والتوبات وتوظيف أطفالهم مقابل السكوت الأخرس على مرحلة العبث بشركة النفط من قبل الجائعون الجدد والمتحكمون بالشركة. نعم أستاذ حسان، يعني ما هو دوركم أنتم يعني غير إصدار البيان والوقفات التي تقومون بها؟ حال الشركة من سيء إلى أسوأ، هل تجد أن البيانات التي تقومون بها والتهديدات التي تطلقونها والوقفات الاحتجاجية داخل الشركة هل ستؤدي إلى طريق، خاصة وأن هناك آلة قمع واضحة يعني ممن يحاول الحديث عن هذا الموضوع؟ سنتخذ كل الوسائل المتاحة أمامنا للحفاظ على الشركة والحصول على مستحقاتنا بما يكفلها القانون والدستور، وهذا حق لنا. ونقول سيسجل التاريخ أن الصراع على شركة النفط هو من أفرز التضخم الوظيفي والإداري للشركة. سيسجل التاريخ أن الجائعون الجدد تاجروا بأصول شركة النفط الثابتة والمتداولة. سيسجل التاريخ أن القائمون على شركة النفط صغارا وكبارا من الموظفين من داخلها وخارجها أنهم ذئاب وأبناء آوى، وأن مرحلة الأمر الواقع الذي نعيشه في صنعاء إنما هو مجرد فيد وغنيمة ولصوصية، وإننا نحمل القائمين على شركة النفط من داخلها وخارجها المسؤولية التاريخية تجاه هذه الشركة الإيرادية المفردة لخزينة الدولة، وإننا سنحملهم المسؤولية بالإسم صغارا وكبارا. نعم، إذا شكرا جزيلا لك حسن شرماني رئيس اللجنة النقابية بشركة النفط، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. عودة إليك أستاذ أنور. أستاذ أنور، يعني حينما نتحدث عن أداء شركة النفط الذي أصبح أداء سلبيا تماما، خرجت من دائرة مهامها، أنت تطالب باستعادة نشاط الشركة. أود أن أسألك يعني هكذا وأنتم تحدثوني عن السوء الذي أصاب الشركة وكأنها بلا قيادة مطلقا، أين قيادة الشركة في كل ما يحدث؟ هل هي قابلة أن تدير أنقاض، أن تدير لا شيء؟ طبعا دخلت صراعات كبيرة جدا، بعض قيادات الشركة للأمانة دخلت في صراعات، وتم تغيير أكثر من شخصية من شركة النفط، تم تغيير شخصيات كثيرة، تم أيضا تقديم استقالات بعض الشخصيات في شركة النفط ويتم إعادتها أحيانا أو التراجع بعضها بعد ذلك. تم شركة النفط يعني ما حصل في شركة النفط حاليا ربما يكون تغيير جذري أو تغيير كامل في شركة النفط بالنسبة للقيادات. ذهبت قيادات كثيرة جدا كما ذكرت لك، تعيينات التي تتم من قبل الميليشيات هم بمن يسهلوا لهم. أنا قمت اليوم بإنزال أحد الحلقات على صفحتي بالفيسبوك اليوم، الحلقة الخامسة ذكرت فيها للسارقون والناهبين من جدد، ذكرت هذه الحلقة كنموذج. هذه الحلقة فيها كيف يتم أيضا السرقة بغير أيضا بعيدا عن مثلا احتساب أو الشراء بالمبالغ الكبيرة لهذه الكميات، شراء الطن يعني بمبالغ كبيرة مبالغ فيها، ولكن أيضا هناك أيضا أكثر من نقطة يتم إدخالها لتحصيل أيضا مبالغ أخرى. مثلا هذه الشركة التي ذكرتها اليوم يمن إيلاف، وهي إحدى الشركات الخمس التي يمتلكها محمد صلاح أو الأخ محمد عبد السلام، وهي بالأصل تتبع محمد عبد السلام الناطق الرسمي باسم جماعة الحوثي. هذه كما ذكرت لك بأنها نموذج. هناك أولا احتساب 14 دولار يتم في هذه في المذكرة الموجودة من قبل، يتم احتساب 14 دولار قيمة تحويل المبلغ عن كل طن بما بإجمالي. هناك الكبيرة التي قام بإحضارها هي 12,000 طن، يطالب مقابلها مقابل تحويل 7 مليون دولار، يطالب بقيمة 168,000 دولار مقابل تحويل. هذا رقم كبير جدا، 168,000 دولار مقابل هذا التحويل، يعني رقم كبير جدا ومبالغ فيه، 14% نسبة كبيرة جدا. أيضا هناك يطالب أيضا في هذا في المذكرة هذه أيضا أو ما تم لهذا في هذه الشركة أو لهذه الكمية هو احتساب أيضا عمولة الشركة بخمسة ريال، هذه أيضا المخالفة ثانية، وهذه عمولة الشركة
ما تجاوز في عام 2014 إذا أتينا كحسبة احتساب يعني مبسط هي أكثر من 200 مليون طن. المئتين المليون طن عندما نحتسبها في خلال 2017 ستكون العمولة بما يعادل أو ما يقارب 2 مليار أو ربما يزيد 20 مليار. تخفيض عمولة الشركة من 10 ريال إلى 5 ريال الذي يراد أن يتم الآن، ومحاسبة التجار وإعادة المبالغ للتجار بأثر رجعي، هذه في حد ذاتها مخالفة، وستنقص أيضا 10 مليار ريال. من سيستفيد من 10 مليار ريال هذه؟ أولا من عمولة الشركة بدل أن تذهب إلى هذا الصرف. ولما تأتي مطالبة من داخل الشركة حسب ما تابعت صفحتك أستاذ أنور، يعني أن هناك مطالبات بإنقاص هذه العمولة من داخل الشركة، لما تأتي المطالبات من داخل الشركة وهي قد تعود بالخير على الموظفين الذين لم يستلموا رواتبهم وعلى أداء الشركة أيضا؟ كما ذكرت لك هؤلاء هم طبعا من التابعون الجدد لهم، من التابعون لهذه الجماعة أو من المعينين من قبل هؤلاء الجماعة من هذه الجماعة. هناك أيضا يعني أكثر من شيء أنا ذكرته، أو الحلقة اللي ذكرت أنزلتها اليوم هي كانت فقط كنموذج للمواطن أو للجميع ليعلم أين يتم الفساد. نطالب المجلس السياسي الأعلى ولو كان لا يهش أو ينش أيضا وليس له يسط، ولكن نطالب أيضا مكافحة الفساد، نطالب الرقابات العليا والإدارية بمتابعة هذا الشيء ومحاولة إظهار أو إيقاف هذا التفشي، هذا الفساد المتواجد بشكل دائم. اسمح لي أستاذ أنور أن أطرح سؤالا، هناك اسمح لي أن أطرح عليك سؤال. قرار التعويم كان في بداية 2015 تقريبا، يعني في شهر 3/2015 إلى الآن أغسطس. يعني لما يتم الحديث الآن أستاذ أنور؟ يعني بعد أن غرقت السفن يتم الحديث عن غرقها، شركة النفط يعني بدأت الفؤوس تطرقها حتى سقطت تقريبا، لما يتم الحديث الآن عن قرار التعويم وسوء قرار التعويم كأنه حدث البارحة؟ يعني ثلاث سنوات تقريبا إلى الآن وهذا القرار هو قرار ساري، يتفشى الفساد في كل فترة. هناك تساؤل حقيقي، يعني لماذا الآن يفتح هذا الملف؟ الملف لم يغلق اصلا كي يفتح، الملف هو مفتوح من سابقا، ذكرنا هذا الموضوع اكثر من مره، وقمنا حتى احنا نحن كموظفين في الشركه وتبنيت انا احدى الحملات بالمطالبه ايضا عند تشكيل المجلس السياسي. بعد تشكيل المجلس السياسي مباشره تبنيت انا احدى الحملات قامت او بتوجيه مذكره بمطالبه من الموظفين بالكامل، مطالبه المحكمه الاداريه بالغاء قرار التعويم ومحاسبة القائمين عليه أو من قاموا عليه ومن اتخذوا هذا القرار. لكن للأسف تم التنصل بشكل كبير جدا من العديد من الأخوة، وقمت يعني بجمع توقيعات كبيرة جدا حتى من المدراء في شركة النفط، الجميع التفت حول هذا الموضوع. الموضوع ليس وليد اليوم، نحن نتحدث بشكل عام، ولكن كما ذكرت لك تم أو سحب صلاحيات الشركة بشكل مستمر، كان يتم سحب الصلاحيات بشكل مستمر، لم تكن فقط يعني وليدة اللحظة لم يتم سحب كل الصلاحيات، ولكن بالأول أدخلوا التجار كشريك مع شركة النفط وتحويل الشركة كتاجر، ومن ثم قاموا بالإدعاء بأن العدوان يقوم بإيقاف شركة النفط عن الاستيراد، بينما يسمح للتاجر يعني يقوم بإيقاف شركة النفط وهي شركة وطنية وتذهب كمياتها للمواطن، سيقوم إيقافها العدوان، وبينما سيسمح للتاجر الذي هو حوثي ومحتسب على جماعة الحوثي سيسمح له العدوان بإدخال كمياته وبيعها. نعم. شيء لا يدخل العقل، ولكن هذا الشكل الذي كان يؤمن الجميع به دائما. نعم، بهذا الشكل برأيك أين سيكون مصير نشاط شركة النفط؟ توقف، أنا أتي لك في الكلام، يعني الآن توقفت كل نشاط الشركة بالكامل، توقف، تم سحب هذه النقطة، أيضا لاحقا تم أيضا سحب نقطة التوزيع الداخلي، كان التوزيع الداخلي يعني حكرا على شركة النفط، فجأة أظهروا هؤلاء تجار السوق السوداء والتابعون لهم، كانت تقوم شركة النفط بعمل بعض النزولات الميدانية، بعض أيضا الحملات المداهمة، نصل
تخيل يعني القاطرة أو المحطة مفتوحة تبيع بسعر مخالف، عندما نقوم تصل يصل طقم، أو حتى كانت تشترك معنا أحيانا لجان أمنية، كنا نشترك معنا في النزولات الميدانية لإغلاق هذه المخالفات، ننزل أحيانا معنا لجان أمنية، ولكن نتفاجأ عند نزولهم بأن هناك أكبر من هذه اللجان الأمنية يقوم بإيقاف وأحيانا بضرب من قاموا بالنزول الميداني لإيقافهم، لإيقاف هذه السوق السوداء. نعم. مما تم بعد ذلك تم إيقاف شركة النفط تماما وتحويلها فقط كمخازن للتجار. نعم، وهذا أمر مؤسف أن تتحول شركة إيرادية إلى مجرد مخازن لتجار الميليشيا ويتوقف رزق العديد من الموظفين. شكرا جزيلا لك أنور العامري، المتحدث السابق باسم شركة النفط، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من عدن. للأسف أدركنا الوقت. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.